الحج الكبير طوله 3 شهور، شوال ذو القعدة ذو الحجة. الحج الصغير هو شهر الحرام، هذا الحج الصغير بقيمة شهر، وبيجي كل 2 و8 أشهر مرة بموقع مختلف، ولكن كل 8 سنوات بيجي بذات الموقع، كل 8 سنين. هلا كان في عنا سؤال مرة امبارح، ما بعرف مين اللي سأله بس كان الصوت غير واضح، فسأل قال هل هناك علاقة ما بين 8 سنين تبع شهر العمرة وما بين الفترة يلي طلبها سيدنا موسى من عمه وقت اللي زوجوا بنته؟ قال له جرني 8 سنوات، بدل ما قال له سنوات وقال له 8 حجج، لأنه كل 8 حجج في حجة العمرة، يعني فيك تربطها في مواسم للـ8 حجج. إيه معروفة عند العرب اللي هي حجة العمرة، كل 8 سنين تجي حجة عمرة مضر أو حجة عمرة ربيعة، وقت اللي بتجي بالمرتبة 13 الحج الكبير اللي هو 3 أشهر بينضاف عليه حجة العمرة، بيصير الحج أكبر بيكون 4 شهور. هاي السنة الوحيدة اللي فيك تقرن فيها الحج بالعمرة. هلا اليوم بعام 1400 اللي بيروحوا على الحج بالنية فقط تقدر تقرن الحج بالعمرة. ليش؟ لأنه دائما سنويا بيجي ذو الحجة وبعد منه محرم، هذا ما كان يحدث إلا كل 8 سنوات مرة، هلا صار يجي كل سنة. هل هذا يعني إنه كل سنة في عنا حج أكبر؟ طالما محرم عم يجي بعد ذو الحجة معناته كل سنة في عنا حج أكبر، لدرجة إنه يعني بلشوا يطلعوا فتاوى إنه الحج الأكبر بيصيروا فقط وقت اللي بتكون وقفت عرفة يوم جمعة. يعني تصور لوين شطح مخهم، ما دخل نهائيا. بعدين الإقران الحج بالعمرة ما بيصير إلا وقت اللي بيجي الشهر الحرام مكتمم لفترة الحج 3 أشهر، بيصير الحج 4 شهور. وهذا الشيء اللي حصل بسنة 9 للهجرة بحجة أبو بكر الصديق، وقت اللي راح على الحج بذو القعدة راح واستمر، وأرسل له الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل له علي بن أبي طالب إلى الحج بشهر المحرم. لما أرسله بالشهر المحرم اللي هو شهر العمرة، اللي هو استمرارية الحج إلى الحج الأكبر، فإجت بالنص يوم الحج الأكبر نداء لله، لأنه المعاهدة اللي أرسل نص الرسول عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب إلى الحج الأكبر، الرسالة اللي وصلوا إياها ليساوي معاهدة ما بين المسلمين والمشركين مشركين مكة. وهذا واحد من الدلائل انه يا جماعة فتح مكة ما صار بسنة 8، مستحيل تكون فتح مكة صار بسنة 8. يعني ما بعرف ليش زوروا التاريخ وزوروا السيرة وبأكثر من مرجع، يعني مو بس مرجع واحد، بتروح بتشوف المراجع كلها مزورة محرفة لدرجة انه عم يقنعوك انه فتح مكة صار بسنة 8. طيب شو هي المعركة اللي صارت بعد سنة 9 بعد المعاهدة؟ المعاهدة شو تقول؟ سيحوا في الأرض 4 أشهر، وهدول هن 4 أشهر هن الأشهر الحرب اللي بيجوا بعد الحج الأكبر، يعني بصفر أول صفر ثاني ربيع أول ربيع ثاني، هدول الأشهر الحرم بالنسبة للناس اللي ساكنين بالجزيرة بمكة والمدينة. هذا لا يعني انه هي الاشهر الحرم هي عالمية، لا ليست عالمية، هي للمنطقة هي فقط، معاهدة ما بين المسلمين ومشركي مكة.
فحدد لهم الأشهر الحرم من بعد الحج الأكبر، يعني من بعد المحرم بأشهر، صفر أول صفر ثاني ربيع أول ربيع ثاني. طب انقضى ربيع ثاني، انقضى راح ربيع ثاني هي سنة 9، وهدول الأشهر الأربعة هدول بسنة 10 بمطلع سنة 10 انتهوا. وين الحرب اللي صارت يا جماعة بالتاريخ؟ افتحوا لي التاريخ كلياته من جميعه، من من الطبري لا ابن خلدون، لا ما تخلوا ما تخلوا مرجع. وين هي المعركة اللي صارت ما بين المسلمين ومشركي مكة بسنة 10؟ ما في. هلا في رسائل بعثها الرسول لبني جران نجران ولبني رومان عن هرقل الروم، يعني الرسائل اللي بعث الرسول بسنة 10 ما دخل نهائيا بالمعاهدة اللي صارت بين المسلمين ومشركي مكة، ما في. حتى كمان يعني بسنة 9 يعني معركة تبوك المنافقين اللي قالوا انه لا تنفروا في الحر هربوا عشان ما يمسكون الرسول ويقول انه هدول عم يساووا فتنة، هربوا راحوا تخبوا عند مشركي مكة. طيب طالما سنة 8 بيت ابو سفيان صار امن لانه دخل بالاسلام وكلياتهم دخلوا بالاسلام اهل مكة بسنة 8، هدول المنافقين راحوا تخبوا بمكة عن مين؟ عن مين راحوا احتموا طالما كلياتهم دخلوا بالاسلام سنة 8؟ فمين هذا المنافق اللي دخل معهم بالمدينة اول المنافقين وعند منه بالبيت من دون ما ينفضح؟ اذا اجوا لعنده بيقولوا شو عم تسوي؟ اذا انتم منافقين مفضوحين وهربانين من سطوة المسلمين جايين لعند منا لهون تحتموا عند منا ونحن ورجينا ولاءنا واسلامنا من سنة 8؟ يعني ما بعرف، انتوا حاولوا تناقشوا التاريخ يا جماعة، ليس فقط للقراءة. دائما لازم انتوا وقت اللي عم تدرسوا التاريخ ما تاخذوه حرفيا نهائيا، اي معلومة بتشوفوها بالتاريخ لازم تفلسفوها، لازم تحطوها بفلسفة. في شيء اسمه فلسفة التاريخ، يعني العقل، يعني السؤال. فلسفة هي علم السؤال، يعني بدك تسأل أسئلة. هلا أنتوا هون وقت عم تسألوني أسئلة هي هي فلسفة الأمر. فالفلسفة يعني مقبولة وقت اللي بيكون الإنسان عم بيتبع العقل والتفكر بكل الأمور. حتى بالقرآن وقت اللي أنت عم تقرأ القرآن يجب أن تكون هناك أسئلة تطرح، يعني فلسفة الشرح.